الرياضية بشكل في جملتين محمد اسمح لي محمد زامي في جملتين فقط انه بدون راي الشعب محمد لا شيء ينجح كرويا هنا في الجزائر. يوسف بالليلي تكلمنا في كل من مرات يبقى انه اللاعب المدلل رقم واحد هنا في الجزائر، حتى رياض محرز لما كان في اوج العطاء وكل الشعب الجزائري كان احسن لاعب في البطولات الاوروبيه يكبر على يوسف بالليلي تاريخيا، لعب في مانشستر سيتي، لعب في يوسف بالليلي كاليتي انتراسك كان حاسم اكثر منه لا كان حاسم في كاس افريقيا، ولكن لا لما تكون تلعب في بطولات كبرى مثل ما لعب رياض محرز لا يوجد مقارنه، ولكن كاليتي انتراسك يوسف بالليلي لا يقل شانا في المنتخب الوطني على رياض محرز. يبقى نقطه واحده يجب عليه ان يشتغل عليها، ولو لحقوا هذه الرساله اللي يجب ان يشتغل. يوسف بالليلي لاعب مدلل ونحن نعرف جيدا، حتى الشعب الجزائري لاعب دلله كثيرا، وفي كل من مره الشعب الجزائري اللي امبريفيزيبل مثل ما نقول احنا بالعاميه يدور عليه في كل من مره. لما يكون هناك تصرفات خارج عن النطاق الكروي مثل ما فعل مع الحكمه هنا في الجزائر في بقميص مولوديه الجزائر، صعب انك تمر مرور الكرام. فلهذا انا اقول من هذا المنبر قناه الهداف انه المنتخب الوطني بحاجه الى يوسف ويوسف بحاجه الى المنتخب الوطني. نعم من الممكن جدا ايضا ان نرى ابراهيم مازا في تربص اكتوبر. نعم ابراهيم مازا اللي كان كنا قلنا انه رسميا تم تغيير جنسيته الرياضيه، وكان اكد مدربه لمنتخب المانيا لاقل من 20 سنه اكد انه اللاعب اختار رسميا تمثيل المنتخب الوطني الجزائري، لاعب جيد سيقدم اضافه بكل تاكيد للمنتخب الوطني. بخصوص يوسف بالليلي انا اعتقد انه العقوبه الاستبعاد المؤقت من بيتكوفيتش كان قرارا سليما، وهو الذي ساهم في هذه الانطلاقة الصاروخية ليوسف الليلي الذي يتابع دائما مباريات المنتخب الوطني الجزائري، وكانت عنده حتى تغريدات ولا منشورات في مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد أنه يريد أن يعود للمنتخب. يوسف لحقاته الرسالة أنه بوابة العودة إلى المنتخب مع بيتكوفيتش هي الانضباط، لأنه مستواه لا يناقش عليه أحد. يوسف بالليلي واحد من أحسن المواهب في تاريخ كرة القدم الجزائرية. رامز الزروقي وضعيته صعبة في نادي فيرنود الهولندي، وسيكون من الصعب عليه الآن العودة إلى التشكيلة الأساسية بعد الأداء السيء الذي قدمه في دوري أبطال أوروبا. الهزيمة بأربع أهداف مقابل صفر كان انتقادات كبيرة. انتقاده يقال بأنه فيه بطء من هذا اللاعب يعني في التنفيذ، تحدثوا هكذا الصحافة الهولندية تحدثت هكذا، ومثل ما تحدثت سيكون قد يحال إلى مقاعد البدلاء. نظن بأنه أمر طبيعي، ولكن مباراة بين ليفركوزن ونادي فاينورد نظن أنه مستوى يعني النادي الألماني أفضل من مستوى النادي الهولندي، وليس فقط رامي الزروقي هو المسؤول عن هذه الهزيمة. كانوا خارج الإطار تحس بأنه مستوى النادي الألماني باسك زاد المدرب خرجوا بين الشوطين. هذا هو الإشكال بالنسبة لرامي الزروقي، وحتى مع المنتخب الوطني الجزائري ماهوش يقدم حتى حاج موسى لا حاج موسى كيدخلوا في الدقائق اللي دخل دار خطوره. نعم دار خطوره، كانت عنده تمريره ايضا لاعب برك ما عرفش يحطها داخل تسيد الاحصائيات تاعو ناقصين. شوف لحد الان حاج موسى ما تقدرش تحاسبه كيما الزروقي، لانه اولا عنده قبل موسمين فقط، الموسم الماضي واقيل كان في الدرجة الثانية البلجيكية، من بعد جاء الهولندا في نادي متواضع، الآن يتواجد مع نادي فاينورد، وحتى أجاكس كانوا حابين يشروا العقد تاع حاج موسى. أنيس حاج موسى موهبة تحتاج فقط إلى الصبر، والنادي فاينورد أعتقد أنهم يتعاملوا مع ملف حاج موسى بذكاء، يعني يطولوا دقائق بالعقل يدخل في المنظومة وراح يتألق إن شاء الله. ما عندوش نفس الخبرة باش تحاسبه كما تحاسب زروقي. زروقي راه عنده بزاف ويلعب في البطولة الهولندية، كان قائد فريق ومع المنتخب وكان قائد في الفريق تاعو، لذلك أتمنى أن يعود سريعا إلى مستواه على الأقل كبديل مع المنتخب نحتاجه. نعم. عودة ياسين إبراهيمي لتدريبات نادي الغرافة بعد حل كل المشاكل التي تأججت بين طرفين في الأشهر القليلة الماضية. مشاكل مالية محمد ربما، لأن إبراهيمي في الموسم الفارط كان يعتبر أحسن لاعب في الغرافة، صحيح، محرك ودينامو الفريق، وأنا لم أتمنى الانطلاقة، ليست بانطلاقة سيئة لأن اللاعب لم يلعب، ولكن كان ممكن باعتباره لاعب مهم في المنظومة وفي التركيبة التشكيلة الأساسية، كان قائد فريق أيضا في بعض من المرات. فلهذا ياسين إبراهيمي
زيد ضيف الى ذلك قضيتها مع المنتخب الوطني الاصابه مع الاصابه موفقة كانت موفقه نوعا ما في رمضان المباراتين الوديتين كانت موفقه كان خارج الاطار. ولكن محمد في كل من مره قلتها هنا في البلاطو ان المنتخب الوطني لا ينتظر احد. الاحسن والمتواجد في الفورما المثاليه في الوقت الراهن هو الاجدر بحمل بالليلي في هذا المنصب بحمل يعطيك الصحه لما كان بالليلي ما له مشاكل انضباطيه والجماهير الجزائرية كانت غاضبة نوعا ما على مدللهم في المنتخب الوطني. براهيمي في أوج العطاء تكلمنا في هذا البلاطو قلنا أنه براهيمي يستحق. الآن شوف محمد المنتخب لا ينتظر أحد والفورمة المثالية في الوقت الراهن هو الأجدر والأوفر حظا بتمثيل منتخب القميص الوطني. هذه من جهة. ومن جهة ثانية أيضا محمد يجب أن يعلم الجمهور الجزائري أنه لا يجب أن نطلق أحكام مسبقة على اللاعبين لأنه أنت بحاجة إلى بلايلي اليوم في 5 أكتوبر. ربما إبراهيمي سوف يعود بعد 10 مباريات ويكون الأحسن في منصبه ربما بالرحمة أيضا. فلهذا يجب التعامل مع اللاعبين في المنتخب ليس مثلهم مثل الفارغ لأنه الفارغ حتى هناك لاعبين في البطولة الجزائرية. نعطيك مثال مثلا موديديتش الجزائر فتح الله الكل أجزى معه أنه لاعب له إمكانيات ولكن الانطلاقه تاعو كانت سيئه والجمهور المولوديه لم يلون با اكومباني دون سا دون سا سيزون ما اداش لم يؤدي فوق ارضيه الملعب. فلهذا الجماهير الجمهور المتتبع لشؤون المنتخب الوطني يجب كيفيه التعامل مع اللاعبين ولا نطلق ولا نجزم في الاحكام خاصه ايضا الصحافه ايضا مطالبه بهذه الاحكام. ايت نوري يشارك اساسيا مع ولفرهامبتون بعد تعافيه من الاصابه لكن يسقط بثلاثيه كامله امام استون فيلا. نعم ايت نوري يبقى اداء ثابت رفقه ولفرهامبتون لكن هذا الموسم نظن بانه مطالب انه يعني حسب رايي انه يغير نادي النادي ولفرهامبتون ويروح لنادي افضل لانه مثل ما تحدثت عن الخساره نظن بانه حان الاوان باش ايت نوري يشوف نادي لديه مستوى افضل باش يزيد يعني يواصل في التالق تاعو في الدوري الانجليزي نظن بانه لاعب رائع خاصه عندما يلعب على الرواق كبيستون غوش يعني يبقى احد افضل اللاعبين في الدوري الانجليزي في هذا المنصب. نعم بشير بلومي اساسي مع ستوك سيتي في تشامبيونشيب شارك في كل اطوار المباراة وتسبب في ركلة جزاء مساهمة في فوز فريقه بثلاثية لهدف واحد أمام ستوك سيتي وكان أول فوز لنادي هو سيتي تنقيط 7.8 نعم طاولة تنقيط مليح سوفا سكور حتى المدرب تاعه أشاد به كثيرا قدم مباراة جيدة خصوصا أنه في المباراة السابقة أخطأ ارتكب خطأ جاء على إثر هدف الفريق المضيف ولو أنه كان تحرك شوية في الهجوم ولكن لم يكن أداؤه كافيا وهذا شيء منتظر لأنه من الصعب جدا أنك قبل 3 مواسم أو موسما كنت في البطولة الجزائرية الآن تلعب في واحدة من أصعب البطولات ولو أنه درجة ثانية تشامبيونشيب ماشي درجة ثانية كاين درجة الأولى في الإنجليز وكاين بريمير ليج الدوري الممتاز صح. وهذا وصعب جدا التشامبيونشيب صعب في بعض الاحيان يكون اصعب من الدرجه الممتازه لذلك لازم له شويه وقت باش يتالق. نعم ديجا كي لعبوه مباراه كامله هذا شيء يؤكد انه في طريق هذا الشيء الجيد تحدث انت وقلت بانه في اللقاء اللي سبق هذا اللقاء كان يعني تسبب في هدف لفريق الخصم وبعدها المدرب لعبه اساسي وزاد اثنى عليه باش يعطيه الثقه هذه وهذه الثقه اللي تخلي اللاعب يتالق مع نادي خاصه وانه مثل ما تحدثت جاي من بطوله جزائريه بعدها بطوله تركيه برتغاليه نادي متواضع وثم الان يلعب في اسونسيون هذا اللاعب هذا نتمنى له التوفيق.